ريو البرتغالي، ميلو الايطالي، الدور الاوروبا نقولوا اوروبا ليغ، تحديد المباراه تاع تحديد المتاهلين للمجموعات. يعني نقولوا بلي ريو اف البرتغالي شنا كيفاش الشوط الاول نقولوا بلي وين انتهى 0-0، كل مدرب شنا كيفاش ستيفانو وين دخل بخطه خطه نقولوا بلي من اجل الاستحواذ على الكره، من اجل الضغط على المنافس في المنطقه تاعه، وين لعب 5-3-5-2، يعني من اجل شنا كيفاش كانت المباراه، وين نقولوا بلي ميلو وين ضغط على في المباراه، ضغط من اجل عدم اعطاء فرص، اللي نقولوا بلي عدم اعطاء فرص الاف ريو اف في هذه المباراه. يعني كانت مباراة وين خاصة وين ميلون وين معروف كذلك بالخبرة تاعه، اللاعبين اللي راهم عنده، وين نظم صفوفه. هذه هي المباراة اللي شفنا كيفاش إليكساس اللي سجل الهدف في الدقيقة 51، بعد ما شفنا طوني اللي ضيع هدف في الدقيقة من جانب ريو اف اللي ضيع هدف في الدقيقة 15، شفنا كيفاش بيرناو كذلك وين في الدقيقة 43، شفنا إدران سانتوس وين ضيع كذلك هدف الدقيقة 48. يعني كانت المباراة نقولوا بلي الشوط أول وين ريو أف البرتغالي وين ضيع أهداف شفنا كيفاش الشوط الثاني وين ميلون وين رمى بكل ثقله، نقولوا شرما بكل ثقله، وين عرف كيفاش يسجل الهدف، عرف كيفاش يحافظ على المستوى تاع التوازن تاع المباراة، عرف كيفاش شفنا كيفاش برغم انه تسجيل اهداف، رغم ان وين ميلون يظهر بانه قوي، لكن ريو اف البرتغالي شفنا كيفاش رمى، ما استسلمش بسهوله. هذا هي تحديد المتاهلين للمجموعات الدور الاوروبي ريو اف البرتغالي. شفنا كيفاش انتهت المباراه وين ريو اف البرتغالي وين انتهت المباراه بهدفين بعد ما كان ميلون فائز من طريق اللاعب إليكساس اللي سجل في الدقيقة 51، شفنا فرانسيسكو من جانب النادي البرتغالي وين عدل النتيجة في الدقيقة 72، شفنا كيفاش فرانسيسكو يعود ويسجل في الدقيقة 91 في الشوط الأول الإضافي، شفنا بصعوبة كبيرة هاكين الذي عدل النتيجة في 120 دقيقة عن طريق ضربة جزاء، وشفنا كيفاش انتهت المباراة هدفين لهدفين، شفنا كيفاش راحوا ضربات الترجيح، شفنا كيفاش كانت وين فوز ميلان كيما نقولوا حنا فوز ميلان في المباراة بخمس أهداف مقابل أربعة، إن ريو أب اللي ضيع هدف عن طريق ضربة جزاء، يعني وين انتهت المباراة ب5-4. هذه هي المباراة اللي كانت صعبة على ميلان وين راحوا حتى لضربات ترجيح أمام فريق ما كاش يحسب له حساب، لكن في المباراة في الواقع وين ريو أف وين لعب مباراة بطولية وأقصية بشرف كبير أمام النادي العملاق ميلان الإيطالي في الدور الأوروبي أوروبا ليغ في تحديد متأهلين للمجموعات. وين شفنا كيفاش نقولوا باللي الستة وين لحقت المباراة راحت السيري الثانية وين 5-5، شفنا قلت لكم 5-4 وين لحقت 6-5، يعني المباراة اللي بقات قلت لك المباراة بقات ضربات ترجيح اللي نقولوا كانت صعبة كذلك في ما بين ريو أف البرتغالي وميلان، يعني بصعوبة كبيرة نقولوا بلي بصعوبة كبيرة ميلان اليوم وجد صعوبة أمام ريو أف البرتغالي، وين فوز شفنا كيفاش ضربات الجزاء اللي كانت ماراطونية، وين فوز ميلان يعني في هذه المباراة أمام ريو أف كيما نقولوا حنا وين تكملت بالهدفين في الوقت الرسمي تاعها في 90 دقيقة وال 120 دقيقة. شاهدنا كيفاش ضربات الجزاء كيفاش انتهت المباراة ب9-9 لميلان 8 لريو أف البرتغالي. هذه هي النتيجة النهائية. سعيدون.